يثير المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار. وقد نجح بندر وعملاؤه الموجودون في بعض المناطق بإيقاع عدد من الجرحى في صفوف القوى الأمنية. أحد المواطنين في ذلك اليوم لاحظ تجوالا لبعض الملثمين في حيه، فحاول التقاط صورهم أثناء قيامهم بالتجول حول مبنى مهجور موجود في الحي. الشخص نفسه قام بإخراج عائلته من المنزل واختبأ خلف شباك وجلس يراقب. تجول المسلحون الملثمون للاستطلاع، وقبل أن يغادروا قاموا بإنزال أحد عناصرهم والذي كان بحوزته بندقية قناصة. دخل هذا الملثم إلى المبنى المهجور، وبعد فترة من الوقت تبين المقصود من وجود ذلك الشخص هناك، حيث بدأ بإطلاق النار على الناس المتوجهين للتظاهر. وبقي على هذه الحال حتى حضرت دوريات لقوى الأمن التي كانت تتابع مصدر إطلاق النار، فقام القناص بإطلاق النار على عناصر الأمن وأردى أحدهم. بدأ عناصر الأمن بتطويق المكان، وفي الوقت نفسه أتت إحدى سيارات الأمن لإسعاف الرجل المصاب. ثم دار اشتباك عنيف جرح فيه عدد من رجال الأمن، وفي نهاية المعركة تمكنت القوات الأمنية من إصابة القناص وقامت بحمله للمشفى من أجل إسعافه.